رجعنا لحضراتكم مرة تانية، ومرة تانية بنقول لكل اخواتنا المسيحيين كل مصر كل سنة ومصر طيبة وكل العالم طيبة. كل سنة وإحنا كلنا طيبين، مش بس المسيحيين لكن كل المصريين، مسلمين وأباط، وكل العالم، حتى اللي بيعاني واللي تعبان واللي فقد حد حبيبه. لكن عيد الميلاد له نسمات جديدة، له طعم دايما، في فرح، في أجواء عامة. وجود المسيح في العالم، يوم ميلاده في العالم، أعطى العالم وجه آخر غير الوجه اللي قبل المسيح. خلينا نبتدي كده. يعني طبعا احنا بنحتفل، وبرضو الايام دي ايام مباركة ولازم نبقى سعداء بالايام دي حتى في وسط الظروف. بس هي يعني عارف يا منى، بيبقى الامور صعبة شوية. يعني الواحد من كتر ما بيتفرج على الاحداث، رغم ان احنا شوية بعيد، يعني بعيد، انا بتكلم على الكيلوات مش بتكلم على البعد النفسي، لكن طول الوقت شايف اطفال وشفنا دمار كتير جدا. خلينا نتكلم على ازاي في وسط الدوشة الكتير قوي دي بتحصل احداث زي دي، وبدون مراعاة لأي حاجة خالص بنشوف ناس فعلا عديمة الإنسانية بتتصرف بالطريقة دي. خلينا نعمل المسك العصاية من النص، إنه أنا بشوف أحداث سيئة والعالم فيه لسه حاجات سيئة كتير، لكن إزاي أنا أحتفظ بإيماني وبحياتي وبسعادتي بالأيام الحلوة دي؟ بصي، ربنا عمل لنا حاجات تخلينا نشعر ان اي شيء مؤلم عابر، واي شيء في جانب مظلم هيجي الفجر، الليل بساعاته لكن في فجر. الشجر في الخريف بيقع اوراقه لكن بيجي ربيع. احساسنا باني في إله ضابط الكون بيدينا أمل إنه الوحشية والعالم المتوحش استحالة إنه يستمر في وحشيته. لكن الأعياد في حد ذاتها كمان هي نسمات حب، نسمات فرح. وده على فكرة أجدادنا المصريين كانوا ده فلسفتهم في العيد، يقولوا ما يعديش شهر إلا لما كان أجدادنا يبقى عندهم عيد. والعيد دايماً بياخد اتجاهين، اتجاه ديني له الطقوس الدينية، وده بتشبع روحنا وبتخلي لما نرفع عينينا وايدينا لربنا بنشعر بانه هو معانا. لكن في اتجاه تاني اجتماعي بقى، في مؤرخ اسمه بلوتارك يقول على المصريين، يقول انه لا يمر اسبوع الا ويحتفل المصريون بأحد الأعياد التي تجعل مصر كلها في حالة فرح بالغناء والسرور. فمتخيلة فكرة العيد في حد ذاتها، يعني كلمة كل سنة وانت طيب دي بتدي إحساس فرح رغم أي ألم، رغم أي شيء حاصل، بتدي إحساس فرح، بتدي إحساس كمان إنه إني في عالم آخر طيب غير العالم الشرير وغير العالم الشرس. في قديس اسمه أغسطينوس، هو كان فيلسوف كمان، يعني يقول الجائع ليس فقط هو جائع الخبز، يوجد جائع الحب. في الكلام الحلو طبعا طبعا، قد تكون المعدة ممتلئة ولكن تظل النفس متألمة. لكن العكس، يعني لما يكون الشخص حاسس بفرح يقدر انه يشتغل ويقدر انه ينتج، يقدر انه يعمل. وده دي الطاقة الـ 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 النفسية اللي بتخلي الانسان قادر انه يشتغل. فرويد له نظرية بتقول ايه؟ بيقول داخل كل واحد فينا غريزتين، غريزة للبناء وغريزة للهدم جوانا. فاذا تغلبت غريزة البناء استطاع ان ينتج، وإذا تملكوا اليأس والكراهية والإحباط وإنه ميبقاش جوه منه متصالح مع نفسه، يبقى فيه غريزة الهدم، حتى يهدم نفسه كمان ويهدم الآخرين. عشان كده الطاقة الإيجابية هي اللي بتخلي الشعوب تقدر تقف على حيلها من جديد. ومهما كانت الأحداث، العيد بيدي طاقة إيجابية. يعني
النهارده واحنا بنقول كل سنه وانتم طيبين، المسيح اتولد، اتولد نور جه. الفكره بتاعت المسيح اللي جه وهو يحمل رساله حب وسلام، مهما كنا شعرين باننا متالمين، لكن ميلاد المسيح بيدي طاقه حب، طاقه امل جديده. الامور المعنويه لابد انها تكون لها اولويه في العيد. يعني ناس كتيره بتهتم بان العيد احنا صايمين بقالنا فتره فنقعد ناكل ونشرب، حلو طبعا، بس الاحلى هو التجميع بتاعت العيله. الاحلى اننا نخبط على ابواب بعض ونقول لبعض كل سنه وانت طيب، المسيح اتولد. متخيله لما نقول السنه دي بقى المسيح اتولد يعني ايه؟ يعني خلينا ننسى بالظبط كده، خلينا ننسى كل شيء حتى ولو يومين ثلاثه، لان المسيح اتولد. طاقه الحب دي هتخلينا حتى نقدر اننا نستحمل اللي هيحصل بكره، ده لو فيه ربنا ما يسمحش يعني. لكن لا تتخيلي القوه اللي ممكن تحصل للطفل لما يكون حاسس اني في وسط عيله بتحب بعض. في عالم كبير اسمه اديسون، اديسون ده اللي اخترع اللمبه واخترع السينما، وعمل اديسون لوحده عمل 1200 اختراع. متخيله اديسون ده قصته غريبه جدا، وهو طفل صغير في المدرسه المدرسة بعتت ورقة تقول الأم فاشل، ابنك فاشل. الأم ما قالتلوش كده، قالت له بص يا حبيبي احنا نتعلم من البيت. وأصبح إديسون عالم كبير، لأن في طاقة حب. إديسون على فكرة آخر حياته كان أطرش، جاله مرض وكان أطرش، لكنه ظل مخترع. لو ما كانش حصلت في بعض الأحيان الأم ممكن تشوف واقعة زي دي لأنها نهاية الطفل ده أو مستقبله راح، لكن لو ما كانتش المدرسة دي بعتت الجواب ده يمكن ما كانش بقى أديسون اللي احنا عارفينه. أحيانا الألم الشديد بيولد نجاح. دستوفسكي اتعرض لاعتقال وصدر قرار من القيصر بالإعدام، وأن أنقذ من الإعدام قبل ما يتعدم بدقائق. وكانت الحالة دي هي السبب اللي خلته الكاتب العظيم دستوفسكي اللي كتب الحرب والسلام وكتب الرائعة الروائع بتاعته، اللي بيعتبر دستوفسكي من أعظم كتاب القصة في العصر بتاعه. شارلي شابلن قصته غريبة جدا. شارلي شابلن أبوه اتفصل عن أمه وهو عنده 3 سنين، وأمه ما كانتش رأية لقية تأكله، لدرجة أنها ابتدت تشتغل في تبيع جسدها يعني. وبعدين جات لها السل وتعبت وحطت شارلي ده شابلن في ملجأ، وبعدين ماتت وهو كان بيحبها جدا. أما هو بقى فحول كم الألم والضيق ده ل كوميديا الصعلوك بقى بالظبط، كوميديا السخرية، وإدى سعادة للعالم كله وهو جوه منه أصلا مجروح. ويقول شارل شابلن كده: لن تجد قوس قزح تحت قدميك، لكن لا تنظر إلى أسفل، إنه فوق هناك. وده الإحساس اللي لازم إحنا نشعر بيه مهما كان في ألم. المسيح اتولد، في حالة من السماء فرحانة. لما المسيح اتولد الملائكة جت وسبحت وقالت المجد لا في الأعالي على الأرض السلام ناس المسرة. إحساس جديد، هو ده العيد. العيد مش بس أكل وشرب. في الوقت ده لازم الحالة تتغير، لو حالة سيئة لازم بعد الفترة دي أو في الفترة دي نبدل، حتى لو ما تبدلتش على أرض الواقع من خلال سياسة وحروب وغيره واقتصاد، احنا نفسيا نتبدل. البيوت لازم تعمل كده، مهما احنا عارفين ان الاقتصاد فيه مشاكل وان البيوت فيها مشاكل وان السياسة فيها مشاكل وان لما نفتح التلفزيون نشوف اطفال بتموت، بس العيد بقى واقفة كده ناخد نفسنا ونقول كل سنة وانتم طيبين، تعالوا نتجمع ونقدم حب نعرف نكمل بيه عيشتنا. هو ده فلسفة العيد.
فبعض الأحيان وده اللي بيعمل الصراع يعني تلاقي البيوت نفسها فيها مشاحنات والناس متنرفزة زيادة وعصبية، لأن يعني بعض الأحيان في ناس مصممة تدخل إنه ده حرب دين يهود ومع مسلمين، يعني تبص تلاقي في لغط كده بيحصل في إنه دي حرب دين، لكن هي في أساس الأمر هي سلطة، يعني الناس دي بتدور على أرض وعايزة تحط إيديها على أرض وسلطة وتحكمات، يعني خلينا نتكلم على ده. إيه رأيك إيه في ده؟ ورأيك إيه ونقول للناس إيه عشان الناس عايزة تفهم برضو إنه الموضوع مش حرب دين يا جماعة، الموضوع ليه أبعد أكتر من كده، وهم سواء الناحيتين، الناحية اللي هي بتستعمل الإرهاب كمسلمين في الدين مدعين الإسلام، وبتكلم على الناحية التانية اللي هم بيقولوا برضو إنه الدين قال لنا إن إحنا نحط إيدينا على كل الأرض دي. أنت بتقولي نقطة مهمة جدا في القصة، لأنه حينما تتولد صراعات سياسية وحروب باسم الدين تسقط المحبة، بل متخيلة إن ناس تقول إننا بنقتل باسم ربنا، ده شيء في منتهى الخطورة. يعني إزاي بعد كده أرفع إيدي وأصلي وأنا شاعر إن ربنا قال لي إملى إيدك دم من من أي حد؟ لكن هما القصة اللي حصلة دي بتاعت إسرائيل وفلسطين وكلام من ده، هي إسرائيل بتدخلها في قصة دينية علشان إيه؟ علشان تقول في حتمية للحروب. نقول لهم استنوا ازاي؟ يقولوا في ثلاث حاجات. الكلام اللي بيتقال بقى، اولا بيقولوا احنا عندنا نص من التوراة ان ربنا قال لنا نحط ايدنا الارض دي بتاعتنا احنا، ده امر الهي. هم بيقولوا كده وبيشيعوا الكلام ده كتير جدا، يعني في الاحاديث بتاعتهم، يعني اللي متابع احاديثهم بيقولوا كده، ده امر الهي. ومرة سألت قالوا لي هو فعلا في التوراة ربنا قال من النيل للفرات؟ أنا هجيب لكم نص الآية اللي في التوراة اتقالت لمين؟ اللي اتقالت لإبراهيم أبو الآباء، اتقالت كنبوة هتحصل لأولاده لنسله اللي هم أولاد يعقوب اللي هم الأصباط، ودي كانت نبوة اللي هيتم، وإني ربنا قال لهم اسكنوا في الأرض دي، لكن ما قالش للأبد. لكن بص النص بيقول إيه، الكلام ده هتلاقوه في تكوين 15-18، يقول في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام اللي هو إبراهيم ميثاقا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض اللي جاية دي مهمة بقى، من نهر مصر، دي اللي بيمسكوها، من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. تقول له أقول لك مين قال إن نهر مصر كان من عند النيل؟ تقول لي مال إيه؟ أقول لكم يا جماعة النيل في الفترة دي كان سبع أفرع فوق، ما كانش الدلتا بقى، ما كانش فرعي الدلتا، كانت فروع كتير، كان سبع أفرع. أحد الفروع اللي بيتكلم عنها هنا ربنا لإبراهيم كنبوة هتحصل لوقت موسى النبي، هو فرع اسمه فرع البيلوزي، كان وصل لحد رفح. فلما بيقول له من عند النهر، من عند نهر مصر الى نهر الفرات، معنى هذا النهر فرع من فروع مصر، من فوق من بعدها لحد الفرات. اوكي، ده اولا. اذا ما بيتكلمش على منطقه مصر. طب ايه اللي عرفنا؟ اقول لكم اللي عرفنا انه لما ربنا قال له اعطيك هذه الارض، وقال ارض قعد يقول شعوب كتيره بقى، من ضمنها ما قالش شعوب المصريين، يعني ما قالش أرض المصريين هديها لك، ده أولا. ثانيا، ودي نقطة مهمة جدا، حتى الشعب لما عبر سينا وطلع فوق في أرض الموعد وابتدوا يقسموا الأراضي على الأسباط، ما فيش سبط من الأسباط كان من نصيبه سينا خالص. إذن الآية دي لا تعني نهر النيل نفسه، لكن تعني الجزء من النيل اللي هو عند رفح اللي هو من بعده هياخدوا الارض دي. تقول لي الله، طب ما قال في ارض اهي. اقول لكم ايه، يعني لازم نفهم حاجتين. اولا انه بيتكلم على حاجة تاريخية هتحصل، ان من نسله هياخدوا الارض دي، لكن يعني بيكون في الواقع مش وعد،
لا وحتى لو كان وعد، وعد المرحلة. ليه بقى؟ لأن كل وعود ربنا للشعب ده كانت مرتبطة بحاجتين، مرتبطة بإيمانهم، ومرتبطة كمان بأحداث تاريخية معينة. يعني إيه؟ يعني مثلا يقول لهم إيه في تسنية 28-15، إن لم تسمع لصوت الرب إلهك وتحرص أن تصنع كل وصايا تأتي عليك جميع لعنات. إذا ما سمعت صوتي تأتي عليك جميع اللعنات. وفي تسنية 28 يقول يرسل الرب اللعن والاضطراب والذكر من أجل سوء أفعالك لأنك تركتني. إذن ربنا ما قالش بقى هتاخد الأرض دي حتميا، لا ده في حالة من الحالات إنها مش هياخدوها. اهي مش كده وبس، ده كمان في 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 نبوات كتيرة بيقول لهم إذا ما أمنتوش بالمسيح المخلص اللي هو المسيح لما يتولد بقى مش هتبقوا من شعبي. يقولوا إيه بقى؟ ما احنا شعب الله المختار. نقول لكم مختار لإيه يعني؟ مختار في المطلق يعني كده؟ طيب أنا عندي حدثتين مهمين قوي. حدث أولانية أنه يونان النبي مرة مرات ربنا قال له روح بلد اسمها نينوى، دي كانت أشورية. نينوى دي في العراق دلوقتي، وكانت بلد أشورية مش يهودية، وكانوا بيعبدوا أوثان. وبعدين قال لهم إيه؟ قال له روح قول لهم إن خطيتهم زادت قوي وأنا هفنيهم. فلما قال كده يونان النبي الناس دي تابت وراحت صامت وصلت وقالت ربنا يرحمنا، ربنا رحمهم، وقال له خلاص قول لهم مش هعمل كده. فيونان اتضايق وقال له ازاي بعد ما تخليني انا اقول كده ما تفنيهمش. فقال له ايه بقى؟ قال له ازاي انت عايزني لا اشفق على 12,000 ربو، ربو 10,000، ازاي انا افني ناس؟ ويقول كده انا قبلت توبتهم. معنى كده ايه؟ اني مش الشعب ده بس اللي ربنا عايزه، بدليل انه بعت نبي من الانبياء لاشور. الحادثه الثانيه ودي مهمه عشان نحن مصريين يعني. فاشعياء 19-19 يقول كده، هو يقول يكون في وسط ارض مصر مذبحا للرب وعمودا عند تخومها. مذبح للرب يعني ايه؟ يعني مش هيكل اورشليم بس هو مذبح ربنا، ومش الشعب ده بس هو اللي عباد ربنا، تكون مذبح يعني عباده. ده بيقول في اشعياء 19 كده، ده اشعياء 19، ده اشعياء ده حدود 750 قبل الميلاد. اذا فكرة المختار دي بقى يعني ايه؟ يعني مختار لاجل شيء معين. ايه هو ايه؟ زي بالظبط اما انا اقول بص انت في مهمة معينة، اللي هي كانت ايه بقى؟ اللي هو العالم ما كانش يعرف ان في وحي وان ربنا هيتكلم ويقول يا جماعة انا الاله اللي صانع الكون كله. اول وحي تم، يعني اول كلام مباشر بين الاله وبين العالم مباشرة كده يعني، ويعطيه وصايا، وكان مع موسى النبي. إذن هو ده القضية، إنه شعب الله المختار لأجل أن يعلن الإله، مش مختار في المطلق كده، بدليل إنه ربنا قال لموسى النبي ده اتركني أفني هذا الشعب، وقال له شعب غليظ الرقبة، ويقول له مرة تانية اني الحمار يعرف صاحبه، يقول اشياء النبي والثور ما عرف قنيه، اما شعبي لا يفهم. فالفكره بقى هنا زي ما قال في مزمور للرب الارض وملؤها. القضيه مش قضيه شعب مختار وبقيه العالم مش ممكن يكون الكذا مليون دولا بس وساب المليارات دي كلها يعني، لكن ربنا كان اختاره علشان يعلن عن ذاته. اذا اي حروب يندخل فيها الدين تسيء للدين. فليكن ما هو لله لله. السيد المسيح مرة جابوا له كوينز كده وقالوا له ايه؟ قالوا له الاول قالوا له ند الجزية القيصر ولا ما نديش القيصر. وقتها كان بقى في قلق عند اليهود ايه؟ ان ما ينفعش ندي للمحتل فلوس الجزية يعني الضرائب يعني. فقال لهم هاتوا لي عملة.
فجابوا له عملة، عملة كوينز يعني كوين. فقال لهم لمين ده؟ مين ده؟ قالوا قيصر. قال له اعطي مال لقيصر لقيصر ومال الله لله. يعني يعني ما يخص، يعني كأنها دولة مثلا، طبعا حكومة. ما يخص العالم فليكن العالم، ما يخص السياسة فليكن للسياسة، ما يخص الله فليكن لله. ما ينفعش ما ينفعش ندخل ربنا في أمور فيها دم وفيها صحيح. وبعدين يعني فكرة انه بناء دولة على اساس ديني، او فكرة ان انا اطرد ناس من ارضها علشان جايلي كلام قبل كده، يعني دي كلها حاجات يعني ما ينفعش. وخاصة انه ما فيش دين على الارض بيقول اقتل واذبح وعذب، ما فيش حاجة زي كده. فده يخلينا متأكدين. القضية بقى المهمة بقى، هل الشعب ده له حق في الارض فلسطين؟ ايوه طبعا. واسرائيل ليها حق انها تعيش؟ اه طبعا برضو. عشان كده لما سنة 1947 قالوا حل الدولتين، ده كان الحل الامثل. وبعد كده في كامب ديفيد حل الدولتين، ولحد الايام اللي فاتت دي الرئيس قال حل الدولتين. فهو حل الدولتين، لاني ما ينفعش نرمي شعب في البحر، ما ينفعش نقضي على شعب من الشعوب، ما ينفعش شعب يتهجر، ما ينفعش شعب احنا نعيش في سلام. يعني الاديان كلها تعيش في مكان واحد في سلام، زي مصر زمان. ما مصر كان فيها كل الاديان وكانت ناس عايشه. البشريه نفسها يعني، يعني هم بعد الامم المتحده لما عملت بقى خطوط ودول وكلام من ده، علشان ايه؟ علشان ما يجيش ما يحصلش حرب عالميه نقعد. اذا من يريد أن يعبد الله فلينظر إلى السلام، إلى الحب. النهاردة وإحنا بنحتفل بعيد الميلاد كل صلواتنا بنقول كده، يا رب حل بسلامك في العالم كله، يا رب توقف الحروب، يا رب يوقف الدم. احنا متعودين في البرنامج أبونا أنه يبقى معنا تقرير، تعال نشوف تقرير بيتكلم، أكيد هيبقى بيتكلم عن الأعياد، ونرجع تاني. نظم المتحف القبطي معرض أثري مؤقت لمدة شهر تحت عنوان قصة ميلاد عجيب. ضم المعرض مجموعة فريدة من مقتنيات المتحف اللي بتحكي روائع الفن القبطي، وده بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. المعرض كان فيه أكتر من 13 قطعة أثرية مختلفة، من بينهم مجموعة من المخطوطات والأيقونات والمعادن والنسيج والأخشاب اللي فيها بنشوف مشاهد نادرة ومختلفة من حدث الميلاد المجيد، زي أيقونة بشارة الملاك جبريال للسيدة العذراء بميلاد السيد المسيح، ومخطوط البشائر الأربعة باللغة العربية، ومبخرة من البرونز اللي مثلوا فيها أحداث مختلفة من حياة السيد المسيح، منها مشهد البشارة والميلاد اللي وضحت أيام الصوم والأعياد واللي بتقرأ منه الصلوات بالكنيسة. كمان نظم المتحف ورش عمل فنية للأطفال تحت سن 6 سنوات، كان فيها تلوين ورسم وإعادة تدوير للورق وعمل شجرة الكريسماس وألعاب جماعية وأغاني كتير. وافتتح كل الاحتفالات دي يومها مجموعة من المسؤولين من وزارة السياحة والآثار والأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتحف. رجعنا لكم مرة تانية، ومرة تانية بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين. معانا القاموس والمؤرخ والكاتب أبونا أنجيلوس جيرجوس. يعني أبونا الحقيقة ان احنا انا بتكلم بقى على مستوى شخصي والناس اللي حواليا واسرتي وبيتي صحابي كل مكان، اعتقد الموضوع مش مؤثر علينا بس احنا كمصريين، مؤثر على الناس كلها. بيتفرجوا على الاعلام، بيتفرجوا على التلفزيون، وفي بعض الاحيان بتحس بتأنيب ضمير انك قاعد مبسوط وفتح فيلم حلو وبتضحك والناس دي فعزيه، فتلاقي نفسك يعني قلبك اتقبض تاني. ازاي نخرج من الحالة دي في وسط عياد؟ زي ما حضرتك قلت حاجات جميلة جدا انه دي فترة علشان نجدد الطاقة حتى لو في مشاكل. خلينا نروح لحتة كمان يا ابونا، حضرتك لسه بتتكلم على انه في بعض الاحيان المعاناة هي اللي بتطلع النجاح وهي اللي بتطلع
افضل ما فينا، وبالعكس هي اللي زي ما بتقولي بتثقل يعني شخصيتنا. خلينا نتكلم على انه حتى الاحداث اللي حصلت دي بتاعت فلسطين ممكن تكون طلعت حاجة كويسة، ما كناش كنا ممكن يعني نعدي علينا ملايين السنين ما عرفش نعملها، وهي فكرة انه الاعلام السوشيال ميديا والناس والشعب انتصر على الحكومات، وان في معلومات الناس ما كانتش عارفاها خالص عن فلسطين. خلينا نطلع على الحتة دي، لان الناس عرفت حاجات كتير ما كانوش يعرفوها. احنا لقينا ناس طالعة بفيديوهات بتقول ايه ده، انا ما كنتش اعرف، انا ما كنتش فاهم حاجة، انا ما كنتش فاهم يعني ايه اسرائيل ويعني ايه فلسطين. فاحكي لنا على ده، انه لا في جزء، في امل، في بارقة، حتى لو دفع ثمنها ناس كتير، لكن ممكن ده يوصلنا لحاجة ما كناش هنوصل لها قبل. بص، الميلاد له روح، عيد الميلاد له روح. زي ما قلت لحضرتك في الأول إن الأنشودة بتاعت الميلاد اللي حتى احنا بنبعتها لبعض في المعايدة، يعني المجد لا في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. المجد لا في الأعالي يعني في إله في الأعالي، على الأرض السلام والناس المسرة. تقولي آه، فين السلام وفين المسرة وفين الفرح ده بقى؟ يعني اقول لك، اوعي تظني ان الوحشيه دي بتاعت امبارح ولا الشهر اللي فات ولا السنه اللي فاتت. الانسانيه متوحشه، وعمل ربنا وعمل الاديان هو انه يغير وحشيه الانسان. هقول لك على حاجه غريبه جدا. سنه 1904 كان في عالم يعني راجل مثقف كبار كده يعني في علم التطور، اسمه سامويل فرينر، امريكي. علشان كان في صراع بقى فكره داروين وتطور وكلام ده، عايز بالتطور. فراح الكونغو واشترى عبد اسمه اوتو بيغا وحطه في قفص وشحنه، وجيه عند جنينه الحيوانات في امريكا وراح حطه جنب القرد اوتو بيغا ده، وكتب عليه إثبات نظرية التطور. أوتو بيغا ده كان يوميا متألم، الناس بتشوفه قرد، وكان يقعد يقول أنا إنسان أنا إنسان أنا إنسان. بص الوحشية يعني، والناس عمالة تضحك عليه، متوحش. سامون فيرنر ده متوحش، واللي عمالين يضحكوا عليه متوحشين، لحد ما قدر أوتو ده انه يروح مغفل الحارس، حارس الاقفاص، ويقدر ياخد سلاحه وينتحر، لانه ما قدرش يعيش في وسط وحشيه البشر. الوحشيه مش بس في حروب، احنا محاطين بوحشيه بشر، لكن وجود اله حنين علينا، وجود المسيح في وسطينا، بيدينا امل اني بجانب الوحشيه في ناس بتحب ربنا. بصي كم التعاطف اللي حاصل مع الـ مع مع الـ مع الشعب الفلسطيني اللي اتبهدل، مش بس عرب واوروبيين وامريكان. ده نتيجه ان في انسانيه بتحب ربنا، في انسانيه بتحب الخير، في انسانيه بتحب السلام. فعلى الارض السلام والناس المسره لا يزال حقيقي. في الحرب العالميه الاولى حصل موقف غريب جدا. الحرب العالميه الاولى دي مات فيها 50 مليون في الحرب العالميه. وبعدين كان الجبهه اللي بين الالمان والانجليز، فكان جه عيد الميلاد وسط الحرب. فجه بابا روما كان وقتها بندكت ال15، وقال يا جماعة عيد الميلاد فرصة هدنة هدنة، ناخد عيد الميلاد بس نوقف الحرب. الألمان والإنجليز رفضوا، قالوا لا مش هنوقف الحرب، يستمر ضرب النار. ودول قدام بعض، ده في خندق وده في خندق بيضربوا النار. اوكي. وبعدين كان في أمطار بتنزل، وقف ضرب النار. وأول ما وقف ضرب النار، جندي ألماني جاب شجرة وزينها كده زينة بأي حاجة ورقة معاه، وحطها فوق الخندق وهما في الخندق تحت، وابتدى يغني أغاني الكريسماس، أغاني الميلاد. الجنود كلهم تفاعلوا مع الألمان وغنوا للمسيح المولود.
الصوت اتردد وصل للانجليز الاعداء اللي الناحيه الثانيه، راحوا طلعوا شجر وعملوه شجر كريسماس وردوا كمان بترانيم الميلاد. تقول ايه ده؟ لاننا القلوب نفسها تفرح والقلوب، واقل بادره حب بتقدمها اي حد بيكون قدام منها كمان حب. عشان كده السعاده والفرح احيانا بتيجي حاجات بسيطه، بحاجات بسيطه. يعني في رمضان نعلق فانوس في الشارع واحنا معدين كده بنبتسم، في بهجه، الاطفال بتتجمع مع بعض في العيد، في عيد الميلاد وياخدوا وعديات، بنحس بفرح. الانسانيه في داخلها الخير وفي داخلها الشر، لكن ازاي بقى نعمل جو خير، جو حب، جو فرح؟ دي قضيه مهمه جدا. اظن فتره الصيام المسيحيين كلهم كانوا بيدعوا، يعني انا متاكده انه الصايم غير البني ادم العادي، الصايم بيبقى الملائكه حواليه وحاسس بالناس اللي بتتعذب او تعبانه، فاعتقد الدعوات كانت عاليه، وبالذات حضرتك يا ابونا واكيد كل رجال الدين المسيحي كانوا بيدعوا. الوقت ده بالنسبه لمصر كلها كمان او بالنسبه للعالم المسيحي كله هي ايام مباركه، فاحكي لنا على الدعوات دي ازاي ممكن. السيد المسيح علمنا، قال لنا حاجه مهمه قوي، قال لنا الصوم والصلاة يخرجان الشياطين. وعايز اقول لك انه ما يحدث في العالم شغل الشيطان، صحيح؟ يعني الشيطان له جنود بشر بيثيروا حروب، هو بيفرح بالولعة وبالدم وبالقتل، الشيطان بيفرح بكده لانه شرير، بل هو شرير اعظم يعني. لكن لابد ان احنا نكون عندنا القوة بقى الروحية اللي تطرد الشيطان. السيد المسيح قال الصوم والصلاة يخرجان الشياطين، يعني الصوم مع صلاة تهدم الشيطان. فإذا كنا كلنا بقى هنقدم صوم وصلاة ونطلب بتضرع أن ربنا يوقف شغل الشيطان ده، هيستجيب طبعا. هيستجيب بشكل عام يعني في العالم كله مفروض أنه دي فترة والشر والكراهية، القصة بتاعت الكراهية بتبدأ من هنا، بتبدأ من إحساس الذات والسيطرة. في قصة صينية مهمة قوي، أسطورة من الصين يعني، تقول إيه؟ تقول إني واحدة أرملة كان عندها ابن وحيد مات، فكانت حزينة جدا، فراحت لحكيم المدينة وقالت له أنا مش قادرة، أنا رغم إني غنية عندي لكن مش قادرة أفرح، الحزن مخليني مش قادر اعيش. فقال لها انا عندي وصفه ليكي تضيع الحزن تمام. قالت له ايه هي؟ قال لها هاتيلي حبه خردل من بيت لم يدخل الحزن، هاتيلي الحبه دي وانا اخليكي سعيده. قالت له جبت لك حبه خردل؟ قال لها بس من بيت الحزن ما دخلوش. فقعدت تلف على القريه كلها بيت بيت، خبطت على بيت، لقت راجل عائلة فقيرة جدا مش لاقية تاكل، ولقت ان الحال بتاعهم صعب جدا، فطلعت من جيبها فلوس وادت لهم، ورحت على بيت تاني تخبط، لقت ست عجوزة وجوزها عجوز مش قادرين يتحركوا والبرد داخل عليهم، فطلعت عملت لهم حاجة سخنة وقعدت معهم شربتهم، وراحت لبيت تاني لقت أطفال صغيرة في الحقول بيشتغلوا عشان يرجعوا لأبوهم حاجة يأكلوها، فراحت احتضنتهم وجابت لهم تفاحة لهم يرجعوا بيه لبيتهم. آخر اليوم رجعت لحكيم القرية قال لها لقيتي حبة خردل في بيت سعيد لما يدخل الحزن؟ قالت لا بس دخلني أنا السعادة لما شعرت ان انا بقيت اخلي حد سعيد قادر اشيل الحزن منه. دي فلسفة العيد، دي فلسفة العيد. قد يكون هناك كتير من البيوت حزينة، لكن لما ندخل احنا ونقدم حب، مساعدتنا لبعض
خدمتنا لبعض، سؤالنا على بعض، محبتنا لبعض تحت أي مسمى، هتخلي فيه فرح موجود في العالم. الوحدة دي اللي احنا كنا طول عمرنا نفسنا يبقى عندنا وحدة عربية، عندنا تماسك، لان اعتقد هو ده الحل الوحيد في وسط الظروف الصعبة دي، ان في نوع من الاتحاد. حضرتك بتتكلم عليه على شكل مصغر الاسرة ومصر، احنا بنتكلم عليه كمان على نطاق اوسع، نتمنى ده يحصل في يوم من الايام. طبعا الناس مسيحيين متعلق روحهم بالقدس وبالحج، واكيد طبعا ناس كتير لغت حجوزاتها في وسط كانت الظروف اللي فاتت دي. خلينا نتكلم على انه ازاي دي فرصة كويسة ونقول دعوة لناس اللي نفسها تخطو خطى المسيح والعذراء في دخولهم مصر، انه ليه ما يجوش عندنا مصر ويقضوا عندنا ويجوا يشوفوا رحلة العيلة المقدسة كانت عاملة ازاي، وتبقى فرصة كويسة يعني بدل ما تلغي الرحلة بتاعتك تعال عندنا بقى شوف 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 الاماكن اللي دخلوها وباركوها. يعني البابا شنودة الله ينيح نفسه كان له قول لطيف جدا، يقول كل مكان عاش في السيد المسيح في طفولته هو بيت لحم. يعني تخيلي ان بيت لحم اللي اتولد فيه المسيح، المسيح قعد فيه بالكتير 3 شهور. المسيح قعد في دير المحرة 6 شهور، وقعد في مصر كلها 3 سنين و11 شهر، يعني قرب 4 سنين. فمصر هي بيت لحم التاني، هي مكان المسيح التاني. ان كنا بنروح القدس علشان المسيح عاش هناك، بل المسيح عاش في مصر كمان، بل بالعكس المسيح في مصر قضى اغلب طفولته، يعني من 3 شهور ل4 سنين في مصر. يعني ايه؟ يعني اكل وشرب وتعلم اللغة. الطفل بيتعلم الكلام في ال4 سنين الاولى، فتعلم اللغة المصرية مع اللغة بتاعته الارامية او العبرية. فالمسيح في مصر هو بيته التاني، قدمه موجودة، أو يعني أثر قدمه موجود. وأنا أشوف أنها رحلة مهمة جدا، مش عايزة أقول أنها بنفس أهمية طبعا زيارة القدس، لكن أنا بتكلم على أنها رحلة. تخيل أنا داخلة في مكان اللي عدى عليه المسيح والعذراء، فدي أكيد حاجة جميلة. نفسنا حتى تتفتح المصريين كلهم، هي للأسف ما تفتح المسيحيين بس، نفسنا تتفتح المصريين كلهم، بس يمكن مستقبلا شوي. حضرتك تقول إيه؟ يعني تقول الناس إيه والمسيحيين كمان هنا في مصر؟ أنا نفسي كل المسيحيين يروحوا الرحلة دي، يعني لازم نبتدي من جوه الأول. إيدك رحت عندك ساعات تطلع الرحلة أو رحت طبعا الأماكن كلها؟ يعني أنا كنت، يعني أنا رممت كنيسة أبو سرجة اللي هي كانت مكان العائلة المقدسة، قعدت فيها 3 شهور فترة كبيرة يعني. لكن عايز أقول لك على حاجة تانية، يعني طبعا الأماكن المقدسة ليها روح، لكن كل قلب يحتضن المسيح هو بيت لحم. كل قلب يحل في المسيح بيت لحم، كل قلب مفتوح لعمل المسيح وحب المسيح، كل قلب بيقدم المحبة للآخر هو بيت لحم. المسيح لما تولد، تولد لأجل الحب، تولد لأجل السلام. فالأيادي التي تحمل الحب والسلام هي أيادي المسيح أيضا، مش بس الحجر، مش بس الحيطان. الحيطان والحجر قد يكون ليها قدسية تاريخية، أما البشر الذين يولد فيهم المسيح فليهم قدسية روحية. بلدنا دي أظن، يعني أنا بحس إن حضرتك مبسوط وسعيد وفخور إنك مصري، مش جملة كده عادية، لا، لأن حضرتك
قارئ متبحر في التاريخ المصري، وبتقدر تطلع او تعمل فلتر للحاجات اللي مش مظبوطه والاخطاء، وخاصه ان مليان تاريخ للاسف شديد باخطاء كتيره، وفي نفس الوقت تاريخنا عامر وثري. واحنا من اقدم الدول في العالم واقدم حضاره او من اقدم الحضارات. خلينا نتكلم على ده وكتابات حضرتك في الجزئيه دي، احتفال المصري القديم بنفس الايام المباركه دي، حتى لو هي قبل المسيح بكتير، لكن كانت نفس الأيام دي بتبقى برضو مقدسة وفي احتفالات فيها وكأنه استعداد لوصول المسيح. فخلينا كده تكلمنا شوية عن التاريخ وعلاقته بمصر تحديدا وبالأقباط كمان بالذات. أجدادنا القدماء كان عندهم حضارة علمية، قدروا ان هم يبنوا اهرام، قدروا ان هم يكتشفوا، طبعا اكتشفوا الكواكب. انت عارفه مثلا طبعا، ايوه بجانب ان هم كمان اكتشفوا الفن. يعني انت متخيله ان هم اكتشفوا السلم الموسيقي في البدايه الخماسي، لانهم كانوا مكتشفين المجموعه الشمسيه 5 كواكب، وقالوا ان كل كوكب له موسيقى معينة ورنة معينة وسلم موسيقي. ولما اكتشفوا الكوكبين الآخرين 7 كواكب عملوا السلم السباعي. متخيلة الفلك بالموسيقى والفن والحياة، وقدروا ان هم يبقوا يعملوا حضارة قبل العالم اصلا ما كان يفتح عينه. يعني 4200 قبل الميلاد العالم العظيم توت عمل تقسيمة الزمن، السنة والشهور والأيام. وفي الفترة دي عمل كمان اللغة الكتابة. ولا تتخيلي كم الحضارة العلمية. يحنطوا أجساد، كلمة كيمياء جاية من كيمت من مصر. لكن متخيلة إنهم كمان عندهم حضارة روحية. أيها الإله الواحد الذي تشرق في الكون، إنك تشرق أيضا في قلوبنا. أنا فكرة تعدد الآلهة دي كانتش موجودة عند المصري القديم، دي فكرة عملوها المترجمين خطأ. وكويس إنك فتحت القصة دي. بقى المصري القديم كان يعبد إله واحد، ولكن كان يرى أن هذا الإله الواحد يرسل قوته في كائنات. ليه الملائكة مثلا أو الجن مثلا؟ لا، هو يقدس كائنات سموها لأنها تحمل قدسية من الله، سموها النترو. النترو دي إيه؟ النترو معناها كائنات مقدسة. لما جم بقى مؤرخين خادمي كلمة الله على الأرض مثلا، التي تحمل قوة الله. يعني مثلا إيه؟ شافوا إن النيل قوة إلهية، لأنه لما بيسقي الزرع بيطلع الزروع. قالوا ده مش طبيعة عادية، ده ربنا اللي عمل كده. فقالوا النيل ده نترو. يجوا بقى كائن مقدس، يجوا بقى اللي بيترجمه الإغريق يقولوا ايه؟ كائن مقدس يعني إله. لا، ما كانش إله. يعني هو ما كانش فيه تعدد آلهة، كان فيه إله واحد ولكنه يرسل قوته في صور مختلفة. فيرسل ده ليه ابعاد تانيه. يعني 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 فكره ان انت تطلع الناس العظيمه بكل الفكر ده وعندهم شويه افكار مغلوطه بشكل فج، لان دي حاجه فجه مش معقوله ربنا هيسيب حقب طويله كده بلا هدايه، يعني او انه يقول لهم لا ده رب واحد واله واحد. هو اصلا ما فيش حاجه اسمها كانوا عندهم كلمه امون. الاله الخفي. كلمه امون تساوي في اللغه الهيروغليفيه يعني معناها الاله الخفي. ويعني مثلا في صلاه من 4000 قبل الميلاد يقولوا كده، هو انت الاله الواحد وحدك، ليس من هو قبلك، انت الذي خلقت نفسك بنفسك. ويقولوا كده في الصلاه دي، يقول له لا يمكن ان تتصور في صور ولا تعطى اسماء، ولكنك امون الاله الخفي. كتاب الموتى كان كتاب طبعا موتى. على بالمناسبة بقى كلمة كتاب الموتى دي كلمة الترجمة غلط، ده الخروج إلى النهار. الكلمة أصلها الخروج إلى النهار. فأنا عايز أقول بس إيه، إن أحيانا المؤرخين اللي ما عرفوش يترجموا مظبوط نقلوا كلمات إدت انطباع غلط. زي مثلا مين؟ زي هيرودوت مثلا. هيرودوت ده لما جه مصر، جه في القرن 5 قبل الميلاد،
كانت مصر وقتها احتلت من الفرس. جه شاف حاجات بعينه مش فاهمها، فراح طلع قال ايه مثلا، قال ان الفراعنة القدماء المصريين والفراعنة في عيد النيل بيجيبوا أميرة يرموها عروسة يرموها في النيل. عمل عليها فيلم دي، انت عمل عليها افلام. ما حصلش خالص، ده كانوا بيجيبوا تابوت، التابوت ده خشب خشب، لكن ما فيش جوه منه واحدة، لان القدماء المصريين ما قدموش ذبيحة بشرية طول عمرهم. لكن هو شاف كده وقعد يألف قصص، يعني يقول مثلا المصريين كانوا، لا لا خالص، ده له اخطاء فظيعه جدا جدا، يعني يقول مثلا ان الفراعنه كانوا بيخبزوا العيش برجليهم، ما حصلش. يقول مثلا الفراعنه ما كانوش بيستحموا، لا مش حصلش، ده الفراعنه كانوا بيستحموا مرتين في اليوم حسب وصف. تخيل مثلا ان هيرودوت ده يقول مثلا، الف قصه من دماغه، ان لما جه خوفه يبني الهرم الاكبر اتعذر في شويه فلوس، فشغل بنته انها تبيع جسدها عشان يبني يكمل بقيه بنى الهرم. يا راجل، يعني ده مكتوب في كتابات المؤرخ اللي بيقولوه ابو التاريخ هيرودوت. هيرودوت قال كلام عن المصريين مش مظبوط خالص، لانه ما كانش بيفهم اللغه. فمثلا هيرودوت هو اللي قال ان المصريين عبدوا القرد، ما عبدناش قرد، قالوا عبدوا تمساح، ما عبدناش تمساح. هو شاف بالظبط، هو شاف ان في كائنات مقدسة. عشان كده انا بقول دايما يا جماعة، اجدادنا ما عبدوش آلهة، لكن عبدوا اله واحد يتجلى في كائنات اسمها النترو. طب يعني ابونا عايزين كلمة منك كده لكل المصريين، حاجة تهدينا وتريحنا، نوع من الروشتات اللي ممكن تخلينا احسن في الفترات اللي بتبقى بصعب علينا وبتعدي زي الفترات اللي بيمر بيها العالم دي، فهتقول لنا ايه في نهاية الحلقة؟ كلما انغلق الانسان على ذاته وعاش لاجل نفسه يدخل في الكآبة والصراعات، وكل ما الانسان يخرج بحب للناس ويقدم محبة حقيقية مش مجرد كلام، ونسأل على بعض زي زمان، الأعداد بتاعت العيلة، الأكل بتاع العيد، المحبة اللي ما تفرقش بين مسيحي ومسلم، اللي ما تفرقش بين غني وفقير، اللي ما تصنفش الناس، نحن نحب لأن تعلمنا أن نحب. ده الحقيقة رسالة العيد على الأرض، السلام والمحبة. أنا بشكرك يا أبونا كتير جدا، وهنلتقي بس مش لازم بقى من سنة للتانية، عايزين نلتقي قبل كده شوية، لأن حضرتك طبعا علمك واسع، ونتمنى أن احنا يعني حضرتك دايما بتحكي لنا عن التفاصيل وعن الكتابات وعن التاريخ، فعايزين حضرتك في حلقات تانية تحكي لنا كده عن الحاجات اللي ما نعرفهاش عن تاريخ مصر القديمة كمان. بشكرك شكرا جزيلا يا أبونا، وكل سنة وأنت طيب، وكل المصريين طيبين، وكل العالم العربي طيب يا رب. كل سنة وكل طيب.